أهلا فيكم برج العقرب في قناتي. راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر شهر قراءة. مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس، يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج العقرب ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون قريبة من طاقتك أو مشابهة لطاقتك. طبعا مثل دائما خد من الفيديو أو خد من القراءة الشيء اللي بتحس إنه ممكن تستفيد منه، واترك الأشياء اللي بتحسها سلبية، لأنه القراءة عامة يعني مش راح تنطبق على الجميع. فخد ممكن يكون في بالفيديو رسالة أو إشي معين ممكن تستفيد منه، فخذ من القراءة فقط الأشياء اللي بتفيدك واترك الباقي. رح نبلش بطاقتك أول، بعدين رح نشوف طاقة الحبيب، طاقة الشريك، خطواتك في المستقبل وخطوات الشريك أيضا في المستقبل، ومصير العلاقة بينكم كيف ممكن تنتهي العلاقة بينكم، يعني التطورات بينكم. بعدين راح نشوف إذا في أي إشي بيحتاج إلى التوضيح، راح نسحب كروت توضيحية لحتى نوضح هالإشي. طيب نبلش أول إشي بكروت النصيحة اللي إجتك يا برج العقرب. أغلبية الأبراج عم تجي لها تقريبا نفس الرسائل، إنه ركز على الأشياء اللي بتحبها، إذا في عندك هوايات ابتعدت عنها ركز على هاي الأشياء أكتر بهالشهر. إذا في عندك جروح من الماضي أو مريت بعلاقات فاشلة أو علاقات ما نجحت مع أشخاص، الشيء اللي ممكن يساعدك هو الإشي اللي أنت عم تبعد عنه حاليا، اللي هو light energy أو love بالأصح. الشيء اللي انت خايف منه حاليا وعم تبعد عنه هو الاشي اللي ممكن يساعدك، لانه انت حاليا عم تراجع اختياراتك، عم تراجع قراراتك، عم تفكر كتير وتعيد وتزيد بالتفكير، ولكن لسه عالق في نفس المطرح، يعني لسه عم تفكر في نفس المطرح. خلص فكرت بالموضوع وصلت الى استنتاج، صار هلأ الوقت انك تاخذ قرار او تاخذ الخطوة next step او الخطوة القادمة. فقط خلي الاختيارات او القرارات اللي بتختارها تكون بالفعل صادقة للاشياء اللي انت بتريدها. أيضا بدك تحاول تخلي تفكيرك إيجابي أكتر شوي، لأنه في إشي كنت عم تشتغل عليها أنت بهدوء أو بسرية، في إشي أنت كنت عم تساويها خلف الكواليس، وهلأ صار الوقت أنه في أشخاص في حياتك حاليا عم تركز عليك أو عم تلاحظك، بمعنى إنه بالفترة القادمة ممكن تمر ب أو ممكن رح يجيك عروض حب من أشخاص معينة، في recognition رح يصير،
في حدا رح يفتح عينه عليك بالأصح، لأنه يعني أنت برج العقرب ما بتحب، أنت مش برج النار، يعني طاقتك مش دائما لبرا بتظهر، دائما بتحب تكون كتوم، تخلي كل إشي في داخلك، تحل حساباتك في داخلك. ولكن في أشخاص حاليا، ممكن شخص أو ممكن حتى عدة أشخاص عم تركز عليك أو فتحت عيونها عليك، أو في حدا حاليا عندك ممكن معجبين حاليا، عم يحاولوا إنهم يتقربوا منك يا برج العقرب. طب هاي كانت بالنسبة لكروت النصيحة. بالنسبة لطاقتك الحالية برج العقرب، عم تمر بفترة لأنك عم تفكر كتير، contemplation، عم تعيد بحسابات، عم تمر بفترة تشويش، عم تحس حالك مربوط، عم تحس حالك مربوط ومقيد بين اختيارين أو بين شيئين، في عندك شخصين أو في عندك شخص والعمل، عم تحس إنه أنت مربوط. ممكن العاطفة عندك صعب إنك توفقها مع العمل، أو في جهة بتأثر على الجهة الأخرى، العاطفة بتأثر على عملك، على جوانب حياتك الأخرى، وجوانب حياتك الأخرى والعمل بيأثر على الحياة العاطفية عندك يا برج العقرب. وانت عم تمر حاليا بفترة تشويش، عم تحس انك مسجون في سجن عقلي في داخل نفسك، ممكن يكون في عندك فكرة او يكون في عندك شيء او يكون في عندك امنية او اختيار، ولحد هلأ صعب عليك انك تحققه، او صعب عليك انك تاخذ القرار، لسه عم تفكر وتعيد وتزيد بالتفكير، عم تحاول توفق بين شيئين. بالنسبة لطاقة الحبيب وطاقة الشريك، عم شوف انه في عندك ممكن يكون حبيب جديد او ممكن يكون اكس او حبيب قديم، في شخص بحياتك حاليا بده يقدم لك عرض حب، او في عنده عرض حب صغير بده يقدمه لإلك. الشخص اللي انت عم تتعامل معه عم يدرس كتير عرض الحب اللي بده يقدمه لإلك. ممكن يكون ايضا في بينكم فرق بالسن، ممكن تكون انت اكبر من هالشخص، او ممكن تكون عقليا انضج من هالشخص. الشخص اللي انت عم تتعامل معه بيحب يركز على التفاصيل الصغيرة كتير، يعني هو عرض الحب تبعه، او ممكن هالشخص بده يحكي معك ولكن عم يدرس الكلمات، او عم يدرس الطريقة اللي بده يحكي فيها معك، لانه مع انه شخص، مع انه في عنده عرض حب، الى انه في ايضا عندك اوراق ترابية واوراق هوائية، يعني هالشخص بيحب يدرس الحديث قبل ما يحكي فيه، او يفكر او ينتقي كلماته قبل ما يفكر فيه، وايضا بيحب يركز على التفاصيل الصغيرة. انت ايضا يا برج العقرب بتركز على التفاصيل الصغيرة، ولا ما كنت رح تكون بهالمطرح، مطرح انكم الا لو انك بتعيد وتزيد اوفر ثينكينج، بتفكر كتير، بتحلل كتير برج العقرب، وتحليلك بيكون بينبع عن عاطفة او بينبع عن مشاعرك الداخلية. فهالشخص ممكن انت طاقتك ايضا اثرت على هالشخص، لانه عم شوف هو في عنده شوي نوع من التخوف، انه ما بده يحكي اي اشي حي الله، او يكون عرض عفوي، او يقترب منك يحكي معك بطريقة عفوية جدا، لانه بيحس انه ممكن انت تحكم عليه ايضا، لانه في بينكم
بالطاقة المشتركة بينكم. Six of Wands معناته في بينكم حدا أو طرف بيشوف العلاقة أو بيشوف التواصل اللي بينكم على إنه تنافسي شوي، أو بدك تطلع منتصر أنت من هالتواصل. وهو أيضا بدو عم شوفك أنت في وضعية energetically، يعني بطاقتك أنت بوضعية الهجوم، مع أنك ممكن تكون مش عم تاخذ أي قرارات حاليا، ولكن بطاقتك بعقليتك عم شوفك أنت اللي أكتر dominant أو أكتر متحكم بمسار هالعلاقة، وعم شوف الشخص الآخر عم يحاول فقط إنه يحمي أو إنه يصد أو إنه يحافظ على مركزه بالعلاقة معك. فعرض الحب اللي بده يقدمه لإلك أو حتى اعتراف أو بالحب عم يدرسه هالشخص كتير منيح. بالنسبة لخطواتك في المستقبل، برج العقرب عم تمر بخيبة أمل، خيبة أمل عاطفية، عم تحس إنه في إشي أنت خسرته بعواطفك بمشاعرك. أنت حاليا كتير مشوش، ممكن تكون عم تحس أيضا إنك خسرت شخص. فبالمستقبل عم شوفك دفاعي أكتر، ولكن يعني كتير رح يكون وضعك بصراحة كتير متقلب، لأنه إذا بدك تشوف الأوراق اللي طلعت عندك بخطواتك بالمستقبل، عندك الرضا النفسي 9 of cups، وعندك self defensiveness أو أنت عم تاخد موقف وبدك تحافظ على موقفك وباني سور حولك، أو يعني في عندك نقطة مش مستعد تتنازل عنها، وأيضا عندك خسارة عاطفية وعندك إحساس بخيبة أمل من الوضع العاطفي. فرح تمر بتغيرات أو بتقلبات بالمزاج بالمستقبل، رح تمر بتقلبات مزاج كتير عالية وكتير واطية. يعني من فترة رح تحس ب الرضا العاطفي، رح تيجي عليك فترة رح تحس بالرضا العاطفي، وفجأة ممكن ينقلب الوضع تحس بخسارة عاطفية أو تحس إنك غير راضي نفسيا، لأنه الورقتين هدول كتير مختلفات عن بعض. ممكن أيضا الإشي اللي واقف بطريق سعادتك العاطفية هو انه انت باني سور حولك، او كتير عنيد بانك تثبت نقطتك. ما في ليونة برج العقرب، ما في عندك ليونة بالمستقبل. عم شوف انه اذا في شريك او اذا في حبيب بالمستقبل، او اذا تقدم لإلك عروض حب، بدك تفكر انه الاشي اللي ممكن ما ينجح هالعلاقة من طرفك انت، انه انت كتير دفاعي او كتير منغلق على حالك وما بتسمح لحدا بيفوت على حياتك او على طاقتك. بالنسبة لخطوات الحبيب المستقبلية، الحبيب عم يشوفه عم يفكر معك بصراحة هو نظرته إيجابية أكثر من نظرتك، يعني عم يشوفه هو على الجانب الإيجابي أكثر. ممكن تكون عم تتعامل مع برج ناري، برج مائي، برج ترابي، إلا أنه في عنده تفاؤل أكثر بالعلاقة بينكم. الطرف أو الحبيب اللي عم تتعامل معه عم يطمح إلى stability، أو بده ارتباط، بده التزام، بده العلاقة من انه تكون كاجوال الى انه يصير فيها نوع من الجدية، او اذا العلاقة جدية بده يرتقي الى خطوبة او زواج للبعض منكم. ولكن هالكرت بيرمز الى انه هالشخص بالمستقبل عم يبحث الى استمرارية، إلى ثبات، إلى إشي جدي
أيضا عنده The Sun Card، فمن ناحية التواصل عم شوف إنه هو صادق، رح يكون صادق معك لأنه في نوع من الإنسنس، في نوع من البراءة بهالكرت، وفي نوع من السعادة الأوبتز التفاؤل بالوضع بينك وبينه. فهذا شخص عنده تفاؤل بالوضع بينك وبينه، بيحس أيضا إنه هو على الجهة الروحانية مربوط فيك، مقيد فيك، وممكن أيضا هالشي عم يسبب له هو شوي توتر أو شوي قلق، لأنه بيحس إنه مربوط فيك. أيضا ممكن هالشخص يكون منجذب لإلك بطريقة جسدية كتير عالية، لأنه The Devil card عندك هون، فهالشخص في عنده شغف أو عنده عشق تجاهك، أو بيفكر فيك وإنتو مش مع بعض. هالشخص بيفكر فيك كتير وبيحس إنه أنت دائما بعقله، فبيحس إنه مربوط فيك روحانيا، إلى إنه نظرته مش يعني ما عم شوفه إنه هو ممكن هو بيسبب له الوضع قلق، لأنه بده ينتهي معك بإشي مستديم أو إشي ملموس. ممكن أيضا لأنه في بينكم الطاقة المشتركة بالمستقبل The Empress card. The Empress بتحكي عن empathy، عن تعاطف مع الوضع، ففي بينكم تعاطف مشترك مع الوضع، بس ما في أي حركة سريعة بينكم أو أي خطوات مباشرة حاليا. عم شوف إنه أنتوا وهو متحفظين أكتر على مشاعركم بالوقت الحالي. بس هو مبين إنه بيفكر فيك كتير، وهو اللي منجذب إليك بطريقة جسدية كتير عالية، وإنت عم تحس إنه مشغول بتفكيرك الداخلي. في كتير إشياء بتحس فيها حاليا، عم تحاول تراجعها تفكر فيها. طيب بدنا نشوف بالمستقبل هل رح يصير في خطوات اقتراب بينكم، هل رح يفكر فيك هالشخص، تواصل معك. طيب في عندك في عندكم جدية بالعلاقة رح يكون، ولكن في عندكم أيضا أسرار بالعلاقة. في اعتراف رح يصير هون، لأنه عندك King of Swords، شخص صادق. هالشخص Swords هي بدلة الحكي أو الكوميونيكيشن، فهالشخص أو الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل فيها نوع من التواصل رح يصير، يعني في تواصل رح يصير، وأغلبية هالتواصل رح يكون في كشف عن الأسرار أو كشف عن الخفايا، لأنه The Moon card بيحكي عن الوجه الآخر، الأشياء المخباية، المشاعر اللي ما نحكى فيها. فأغلبية التواصل اللي بينكم رح يكون عن كشف لمشاعر، سواء كان انت او سواء كان هو. انت بتعرف وضعك فين من القراءة. فتواصل اللي بينكم رح يكون في كشف عن الاسرار، ورح يؤدي الى انه انتوا رح تنظروا الى الوضع بطريقة جدية اكتر، او التواصل بينكم، العلاقة بينكم بطريقة جدية اكتر، لأنه في تواصل، وأغلبية التواصل مثل ما حكيت لك حيكون في اعتراف. فممكن هالشخص يعترف لك بأنه بده علاقة معك، أو ممكن أنت تعترف لهالشخص بشو الأشياء اللي أنت عم تحاول توفق بينها، أو ممكن أنت تحكي له للبعض منكم أنه في عندك طرف آخر، أو في عندك مسؤوليات أخرى، في عندك انشغالات أخرى،
في تواصل صريح رح يصير بينكم في المستقبل. عم شوف. أوكي حبايبي برج العقرب، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميعا.